يا مساء الفل، اهلا بيكم. النهارده حلقه جديده من مطبخ لايف على نايل لايف. معاكم النهارده كارول. النهارده هنعمل شويه حركات جامده شويه، هنعمل صدق بالخلطه، وهنعمل كبده اسكندراني، وهنعمل بدنجان مشطشط كده مخلل جنبيها، اكل الشوارع اللي احنا كلنا بنعشقه، وجايبين عيش بلدي وعيش فين، وهنعمل احلى سندوتشات، وهنعمل احلى شغل النهارده. يلا انزلوا لي بالمقادير بالمنيو بتاعي على الشاشه. معايا الصدق بالخلطه او سجق بالخلطه، بنقولها صدق عشان الاسكندرانيه حبايبنا، وهنعمل كبده اسكندراني وسلطه بدنجان رومي، هتبقى حلوه قوي. تمام، يبقى احنا كده عندنا السجق وعندنا الكبده وعندنا سلطه البدنجان. اليوم اسكندراني النهارده. نشيل بقى كده المنيو، وتحيه لاهل اسكندريه كلهم، النهارده شغاله باصناف من عندهم، ولو ليهم اي معلومات يا ريت يتصلوا عليا ويقولوا لي انت صح يا كارول او انت غلط يا كارول، وانا هقبل التليفونات كلها واخد معلومات منكم كمان. هنشتغل بالسجق الاول او الصدق زي ما هم بيقولوا. ننزل بقى بالمقادير بتاعته على الشاشه. حالا هتنزل معايا السجق بالخلطه. معايا نص كيلو سجق بلدي، معايا قطعه ليا ضاني، معايا اتنين بصله، معايا فلفل اخضر رومي وفلفل حار، وحبتين طماطم مفرومه، ملح وفلفل وكمون وكزبره وزيت. يلا كمان مره يا كارول قولي. يلا تمام معاكي يا ست الكل. معايا نص كيلو سجق بلدي، معايا قطعه ليا ضاني، معايا بصلتين، معايا فلفل اخضر رومي، فلفل حار، اتنين طماطم مفرومه، ملح وفلفل وكمون وكزبره وزيت. يلا بقى كده تكه تكه مع بعض. نشيل بقى المقادير. مبدئيا انا هحط طاسه على النار السجق، او زي الاسكندراني ما بيقولوا عليه صدق، احنا جايبينه كده من عند الجزار. ماشي، في ناس بتحب تقطعه ايه نصين، ماشي، بس احنا عشان هنعمل بقى ايه اكل سندوتشات بقى وهنشتغل، فانا شويه يعني ههريه شويه. طبعا هو ده سجق بلدي، في برضو عند الجزار سجق اسكندراني اصلا هو بيعمله، تمام، بس ده سجق بلدي انا جايباه. لو تاخدوا بالكم انا بهريها شويه، تمام. طبعا احنا هنزود، هنعمل سجق شويه حلوين كده بره الاكل الخارجي بيبقوا البصل اكتر، بس النهارده احنا هنظبط الدنيا، تمام. ممكن تعملي برضو بنفس الـ احنا امبارح كنت انا معاكم على الهوا عملت يوم السوسيس، النهارده يوم السجق والكبده الاسكندراني، تمام. انا الطاسه بتاعتي عايزاها تسخن قوي، هعمله على مرحلتين. انا قايله ليا قطعه ليا هاخد نصها دلوقتي، وهاخد نصها وهقول لكم امتى، تمام. في ناس بتحب تقطع ليا، في ناس جمديها وبشريها هتيجي تسيح ومش هتحسي بيها بشكلها في الاكل خالص. انا هنا عشان ما اقلبش ريحه الاستوديو هحط الحته ليا صغيره، ماشي، ادي كده على الطاسه. سامعين الصوت؟ هو ده اللي احنا عايزينه، تمام. خليها بقى تسيح وتتفاعل كده شويه لغايه ما اقطع بقيه ايه السجق. هاخد الكميه ديت كده احطها هنا. انا كنت حابه اقطع معاكم عشان تشوفوا الدنيا انا عاملاها ازاي. في ناس بتحب تعمله صحيح، في ناس بتقسمه على نصين، بس تحت بند ان احنا هنشتغل بيه سندوتشات. احنا ايه شبه كده نفرمها كده قبل ما تتحط في النار، هات الدنيا هتكون مفرومه خالص، تمام. ممكن تعمليه في البيت. وعايزين مره نعمل حلقه عن اللحوم المصنعه ازاي نعملها، البسطرمة والسجق والبرجر والحاجات دي كلها، ماشي، نشتغل بيها مره. بس زي ما قلت ده سجق بلدي من عند الجزار. طبعا الحاجات ديت لازم يبقى الجزار معرفه قوي فيها، لان اللعب بيبقى فيها كتير. ريحه اللي هي بدات تطلع. انا هستخدم بس الماده الدهنيه دلوقتي في الخطوه ديت اللي هي مع الدهون اللي في السجق، تمام. اجيب حاجه اقلب بيها كده، تمام. خدت الريحه، هنزل بالسجق بدون اي ماده دهنيه تانية، تمام كده. تقلبتين بقى يمين وشمال كده، ما تقلبيش كتير، ده خطوه. نسيبه بقى كده على النار. يلا الخطوه الثانيه، ببقيه حته اللية بقطعها
طبعا هي اللي هي اختياري، بس هي بتتعمل كده، واللي هي اختياري ما بتحبيهاش ما تحطيهاش، بس هي بتدي تيست كويس قوي سواء في السجق او في الكبده اللي هنعملها النهارده، بس اختياريه بس مهمه، بتدي تيست كويس قوي. ابتدي اجيب البصله بتاعتي، عايزه تقطعيها ماشي، بس هي هتبقى احلى مبشوره. ليه بقى؟ اقول لك ليه، هتبقى جوسي قوي وهتديني صوص حلو قوي للساندوتش، او لو عامله مكرونه او لو عامله رز. تمام كده، شيل الزيادات ديت ومش هقلبها، خليها هي على النار كده لما تاخد لون ابتدي اقلبها عشان ما تتهريش. انا مقطعاها صغير قوي ما تتهريش مني، بالرغم ان انا عايزاها مهريه عشان الساندوتشات، بس برضو نحس بشكل السجق يعني. تمام، طبعا كل ما تزودي البصل دي حاجه براحتك، انا شايفه على النص كيلو بصلتين بالحجم اللي انا اشتغلت بيهم النهارده هتبقى كويسه قوي. مش هودي المبشره في حته عشان لسه هنكمل بقيه المكونات. يلا انزل بقى بالليه هنا، تمام، واجيب حاجه تانيه اقلب بيها. ممكن الطريقه دي نعمل بيها السجق، ممكن الطريقه دي نعمل بيها السوسيس برضو. ادي يا ستي كده بتقلبيه، انا ما قلبتش غير لما خد لون. ايوه معايا تليفون، مين معايا؟ الو، ايوه حبيبه قلبي، اهلا، ازيك؟ كله زي الفل. انت شعبيه وجميله وهتفضلي جميله لو عملتي كل حاجه في الدنيا. تسلمي لي يا قلبي، ما تحرمش من حضرتك يا مدام مريم. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي، وتسلم وقفتك يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي. تحيه للدكتوره كريستين، أيوة. الدكتوره اللي بتجيب لنا دكاتره حلوين، أيوة. بينوروا الدنيا علينا. طبعا كريستين طبعا. وتحيه لحضرتك. تحيه للمعدين والمصورين والمساعدين وكل ما ملكت ايديكم من الله يخليكي، بتنوريني يا رب وبتسعديني دايما، بمكالمتك. يا رب دايما. الله يخليكي، مكالمتك دي بتنورني. وكل سنه والامه الاسلاميه بحلول شهر شعبان بخير وبسعاده. اللهم امين يا حبيبتي، ايام خير يا رب علينا جميعا. يهل علينا رمضان ويبلغنا رمضان كلنا واحنا في سعاده. اللهم امين، اللهم امين. ويا يا رب يبقى شهر خير ووصفات حلوه في مطبخ لايف. تسلميلي حبيبة قلبي مدام مريم، حبيبتي مشاهدة متابعة لمطبخ لايف، ولينا كلنا بنحبها، كلنا بنستنى مكالمتها، فربنا يديك الصحة يا حبيبة قلبي وما تحرمش من سماع صوت حضرتك يا رب. أنا هنا بجهز، أنا بشرت البصلاية وهبشر الطماطمية، ممكن عصير براحتك، بس يعني أنا عايزة أحس بلحم بتاع الطماطم. تمام تمام كده، يلا بقى هقول لك بقى نعمل ايه دلوقتي حالا. هنزل بس بنقطتين زيت. ايوه اهو تمام. انا هنا هحمر البصلايه وهنزل بالطماطم وهنزل بالفلفل الرومي والثوم الفريش بتاعي، ده لوحده وده لوحده. ليه بقى ده لوحده وده لوحده؟ لان السجق فيه نسبه دهون فبتنزل، وانا هحمر البصله في معلقتين زيت، فكده دهن هنا مع دهن هنا الموضوع هيفرط مننا ويبقى تقيل قوي. فنعمل ايه بقى؟ نشتغل هنا ننزل الدهون الزياده ونبتدي ننشل السجق من الماده الدهنيه وننزل بيه في الطاسه بتاعتنا اللي فيها الخلطه، يبقى كده انا خففت من وطئه الدهون في الصنف بتاعي. تمام، انا كده هنزل بالبصله، انا هقلب في البصله شويه، لو حابين تطلعوا فاصل. حاضر يا فندم، انا هقلب بقى في البصله كده وهستناكم فاصل ومنتظراكم. يا اهلا وسهلا. انا كل اللي عملت ايه بقى، احنا حطينا هنا بسرعه بسرعه، اقول لكم انا عملت ايه. انا حطيت هنا حته ليه، سخنت الطاسه، نزلت بالسجق بتاعي، ما حطيتش اي ماده دهنيه. هقول لكم انا عملت كده ليه. والطاسه الثانيه حطيت فيها بقيه قطعه اللي هي بتاعتي مع معلقه زيت عشان تتشر، يعني اعرف اشوحها، ولو ركزتوا مفيش اي دهون باينه
فيها. ليه عملتي طاستين يا كارول؟ اقول لك ليه يا ستي عملت طاستين، عشان طبعا الدهون اللي بتبقى في السجق بيبقى فيه نسبه دهن فيه، فما يبقاش ده مع ده والدنيا تبوظ، ففصلت الخوات. تمام، انا هنا كده انا مش هحمر حاجه، انا طبعا هنا برضو التومه مش هبشرها، لا ده انا هقطعها مكعبات، واللي بيتفرج عليا دايما اقول كل تقطيع وليها طعم. تمام، اوعوا تزهقوا مني، ماشي، انا بخاطب الناس اللي ما بتتفرجش كل حلقه فتاخد المعلومه. انا هنا اهوت بقطعها مكعبات، انا عايزه الطعم اللي انا هاخده منها ديت وهي متقطعه بشكل عشوائي. ريحه السجق بدات تطلع، لو الكاميرا تجيب لي الدهون اللي في السجق بقى اللي طلعت اللي انا ما حطيتش، لو تفتكروا انا كنت حاطه حته ليا بس صغيره جدا، ماشي، مكعبين كده ثلاثه، كل الدهون دي نزلت من السجق، فانا قلت حرام الدنيا تبقى كتير، فعشان كده فصلت او هعمله على مرحلتين. كل ده مش ميه، هي نزلت ميتها، يعني هي نزلت ميتها، كل دي دهون، دي كلها دهون، فاحنا كده هنغتسل الدهون ديت وناخد بس ايه التست بتاع اللي في الحقر. انا هنا كده ابدل على العين دي البصله، ما يعني شوحتها اتفعلت بس طريت شويه بس مع حته اللي ومعلقه الزيت، قطعت عليها ثلاث فصوص ثوم مكعبات، ماشي، التست التوم هو متقطع فيها بيبقى حلو. يلا انا بشرت هنا الطماطم، عايزه احس بلحم الطماطم كده فيها. تمام، تنزل ميتها، واحنا لسه كمان هنحط لها شقشاء ميه عشان نعمل صوص كده يبقى حلو في العيش البلدي والعيش الفينو. تمام كده. يلا معلقه صلصه، ممكن كمان تحطي معلقه كاتشب، مش هتقول لا خالص نهائي، ماشي. يلا ايه التوابل يا كارول؟ كزبره، فلفل اسود، كمون، بس عايزه بقى انتي تحطي التاتش بتاعك، عايزه تحطي حبه بصل بودر، عايزه تحطي توم بودر، عايزه تحطي حبه بهارات، حطي. انتوا لو خدت بالكم من البصل اللي انا عاملاه تكاد تكون المادة الدهنية معدومة فيها، لان انا لما هاجي هنشل السجق هيطلع برضو بحبة دهون، فيبقى الدنيا بسيطة، ماشي. يلا بقى انزلي، انا هنا مقطعة فلفل رومي ومقطعة فلفل حار، واوعى اللي ما بيحبوش الفلفل الحار يزعلوا مني، لان هي لازم تتعمل كده. تمام، يلا انا هطلع السجق دلوقتي وهوريكو الدهون اللي نزلت في الخطوه دي كانت قد ايه، عشان بقى اللي هيبقى زعلان ان انا اشتغلت بليا اوريه الدنيا بقى. انا هنا ادي بنشله كده بالمقصوصه، كل الدهون نزلت، بس اكيد برضو مشبع بشويه يعني، فده كفايه. يبقى احنا كده كل الدهون ديت احنا استغنينا عنها خالص، هوريكم حالا الدهون اللي نزلت منه. ومهما كانت اللحمه حمراء هو لازم كده عشان يدي التست الحلو بتاع السجق، بيبقى لازم فيه نسبه دهون شويه، بس انتي فكري ازاي نقلل وطئه الدهون دي. لو الكاميرا بقى استسمح بقى كده تشوفوا بقى كده الدهون اللي نزلت من السجق في الخطوه ديت قد ايه، يبقى احنا كده تمام بقى، محدش يزعل ان انا اشتغلت بليا، انا كنت باخد التست بس في الطعم. تمام، زي ما قلت احنا ممكن لو تفتكروا زمان بقى جدودنا كان بيسلوا اللية دي ويعينوها، يقولك بقى في صينية بطاطس بتبقى تحفة، في البامية ما اقولكوش. فحابة تعملي كده، انا قبل كده قلت ان انت ممكن تجيبي اللية وتتلجيها وتبشريها وتحطيها على النار، هتتسلي ومش هيبقى فيه القشيم، هو اسمه قشيم، بعد السلي ده بيبقى فيه قطع كده ليا زمان كان بيقطعوها مكعبات ويسلوها فكان بيبقى فيه القشيم دوت، لا فلو بشرتيها هتبقى عامله زي السمنه. في
في ناس بتحب الفول بالليه، وفي ناس بتحطه في البطاطس وفي الباميه وبتطبخ بيه، وبيدي تيست كويس وبيعوض لو احنا طبخين الخضار قرديحي زي ما بيقولوا، بيدي تيست كويس، معلقه منه لا تضر. تمام. فلما تيجي تذبحي في العيد، ولا اختك تذبح ولا جارتك تذبح، وصيها كده قولي لها ايه، اديني حته ليا من الخروف وعينيها في الفريزر. تمام. حتى لو عينتيها بدون سلي هتبقى حلوه، هتطلعي وتبشري الحبه وتستخدميهم في اكلك وتدعمي بيهم حاجات كتير. انا هنا كده الدنيا حلوه جدا وزي الفل. هظبط الملح، طبعا انا ما حطيتش ملح لان السجق في تتبيلته بيبقى فيه ملح، نسيبه كده شويه بقى كله يتفاعل مع بعضه كده. وشكلي هحط له حبه ميه تاني لان انا عايزه كله يتهري في قلب بعضه كده والدنيا تبقى تمام. تمام. مع نفسها بقى كده، مع نفسك بقى، يستوي كده عشان نعمل سندوتشات. ممكن يعني احنا معانا سجق خلطه، جاي سؤال بيقولوا حواوشي الاسكندراني، سجق حواوشي الاسكندراني ينفع؟ اه طبعا. احنا ممكن نهندل اي حاجه لاي حاجه. ماشي، اخترعي يا ست الكل، والله العظيم اخترعي. انا اعرف ناس بتخترع اكلات وتدخل حاجه على حاجه، طالما التست حلو والطعم حلو وبيتي ونضيف اجتهدي. الكل بيجتهد، يعني احنا ما اخترعناش اكل، احنا كشفات، احنا ما اخترعناش اكل، احنا بنطور. يعني انا ممكن اسمع الوصفه من الشيف فلاني، احط التاتش بتاعي بقى، هو ده بقى اللي بيختلف، ان انا احط التاتش بتاعي. كل شيف وليه تاتش، وانتوا احسن مننا، كل ست وليها التاتش بتاعها الحلو. فاه ما ينفعش ليه، هينفع جدا وهتبقى حلوه والدنيا هتبقى تمام في الحواوشي الاسكندراني، في العجينه وممكن في العيش كمان، هيبقى حلو جدا. ماشي، تعالوا اقول لكم على حاجه بسرعه كده، فكره جات لي ومش عديها. الحواوشي بقى بتاعنا احنا في القاهره اللي هو بالعيش، طبعا انت بتبقي للفران قايله له انا عايز عيش حواوشي، بيبقى اسمك شويه ما بيحمرهولكيش قوي. هاتي، انا عن نفسي عايزين نعملها قبل كده. الشيف دي زميلتي قبل كده اشتغلت حواوشي من شويه، كانت عاملاه اسكندراني وكانت حلقه مفيش بعد كده. تعالوا مره بقى انا هعمله لكم باللحمه المفرومه عادي بتاعنا اللي هو بتاع القاهره. يلا بقى، جريل بتاعتك او طاسه اديله صدمه يمين وشمال، تبقي مسحاب زيت ودخليه الفرن، هيبقى كريسبي جدا، وبتساعدي على تسويه اللحمه شويه. فهي التكه ان انت على الجريل او على طاسه على النار تحمصيه يمين وشمال، ويا سلام لو في جريل وتاخد الطليعه بتاعه الجريل بتبقى الدنيا تمام وشغل مطاعم وفنادق. وتدخليها الفرن، ولو عايزه تضمني جدا اللحمه تستوي، الصينيه بتاعتك او ورق الزبده، يعني في ناس بتعمله في ورق زبده ده تمام، لكن لو حطاه في الصاج بتاعتك، انا دايما بحاول اوصل لكم المعلومه الخفيفه قوي يعني، فاهماني؟ فلو في صينيه غطيها بورق فويل عشان تضمني ان اللحمه بتاعتك استوت تمام. شيلي، مش هتحتاجي بقى ان انت تاخدي وقت عقبال ما يحمر من فوق ومن تحت، انت اوريدي مدخلاه كريسبي لان انت واخده الصدمه على الجريل يمين وشمال. فمعلومه على الماشي بقى. ماشي، ايه رايكم بقى ننزل بمقادير الكبده وشكلنا بعد ما هنقول مقادير الكبده؟ بتهيألي هيبقى فيه فاصل عشان الاذان، بس هقول المقادير ونرجع حالا. عايزه بقى المقادير بتاعه الكبده الاسكندراني بعد اذنكم. انا عندي كبده اسكندراني، انا عندي نص كيلو كبده، قطعه ليا ضاني، ثوم مفروم، ثلاث حبات ليمون، فلفل رومي وفلفل حار، كمون وكزبره وزيت وخل وملح. يلا كمان مره، معايا نص كيلو كبده، معايا قطعه ليا ضاني، معايا ثوم مفروم، ثلاث حبات ليمون، فلفل رومي وفلفل حار، كمون كزبره زيت خل ملح. تمام كده، نشيل المقادير. محتاجين فاصل ولا لسه شويه؟ طب يلا، انا عقبال ما اجهز بقى في الكبده بتاعتي. ماشي، وهظبط الدنيا شويه. ماشي، هقول لكم كام معلومه كده. ماشي، احنا الكبده عندنا زي ما انتم شايفين، تعالوا بصوا معايا كده، اغير البلانشا واجيب واحده ثانيه. في ناس بقى، تعالوا نحكي مع بعض شويه، في ناس بتقول لك انا ما بعرفش اقطع الكبده الاسكندراني، هي بتحب تجيب الكبده صحيحه ما بتعرفش تقطعها. ماشي، نخليها الفريزر تتلج شويه
وبعد كده تقطعيها، هتعرفي تتحكمي فيها. زي في ناس برضو ما بتعرفش تقطع البانيه، تلجي الصدر شويه عشان يبقى بالبلدي كده ماسك نفسه في ايدك، تمام، وتبتدي تشتغلي بيها، تمام. فاللي ما بتعرفش تقطعها سواء شرايح او اسكندراني تعمل زي ما قلت. ايه رايكم بقى لما اقعد اقطع انا كده في الليه بتاعتي واجهز الدنيا شويه ونطلع فاصل، ومستنياكم مش هعمل اي حاجه، فاصل وفي انتظاركم. يا اهلا وسهلا، احنا هنا هو ده شغال كده مع نفسه، وما اقدرش اقول لكم الريحه في الاستوديو قلب الاستوديو ازاي. انا كفايه كده عشان لما ارجع اسخن تاني عشان السندوتشات والتقديم، يبقى كده السائل كده اللي فاضل فيها ده حلو قوي. تمام، اجيب بس كلينكس عشان امسح الطاسه الثانيه عشان نشتغل الكبده. فين اهل اسكندريه النهارده؟ محدش اتصل عشان يقولوا اللي احنا بنعمله ده صح ولا مش صح، ويقولوا تركاتهم هم كمان. لان انا عندي مبدأ ان كل بلد بيبقى ليها تركاتها بتاعتها هي، التركات بتاعتها هي. تمام، انا هنزل ده هركنه على جنب شوية. هو كده احنا خلصنا الصدق. تمام، عندي بقى ايه؟ نشتغل في الكبد. طاسة تسخن بس نعمل حاجة، احنا هننزل بالكبدة. الخطوه دي انت تعمليها بقى وتتبليها وبتعلي التست بيها اكتر. تمام، الكبده ديت كده الحبه دول كويسين على التتبيله بتاعتي. اخد حبه ثوم واخد حبه خل واخد كام ليمونه. انت لما تعملي الخطوه ديت وتركنيها هتبقى كويسه جدا، وهتتبلي وده احنا بنعلي التست اكتر في الحاجه، وطعمها بيبقى احلى وخد منها زي ما بيقولوا بالبلدي كده، بتخدمي الصنف. تمام كده، احنا هنحط نفس اللي احنا عملناه ده في تاني على النار، بس احنا كده بنتبل زياده للكبده. انا طبعا هي المفروض تتقطع عصافير كمان اصغر من كده، بس انا ايه التقطيع دي كده كويسه. تمام ماشي يا ستي، ادي كده ايه الخطوه دي عملناها. ناخد بقى حبه زيت في طاسه سخنه سخنه. تمام، وابتدي باخد كده وانزل بالليه بتاعتي. طبعا اللي انا عملته في السجق بوظته في الكبد، بس هي لازم كده. الزيت بتاعها هيبقى كتير شويه عشان تبقى جوسي معايا. تمام، اقلب كده فيها، وزي ما بقولك لو مش حابه حتت اللي هي تبقى باينه وبشوريها هتسيح ومش هتبقى باينه. بقى وشمل كده وكتير كتير كتير، نقعد نقلب تنزل بس الريحه عشان نسمع صوت التش بتاعتها. لسه هنحمر التومه. تمام، مفيش ليا عادي يعني، مفيش مشكله، مش هتقول لا خالص. ماشي، بس الطريقه دي انا واخداها من مدام اسكندرانيه حبيبتي، لان هي ليها كذا طريقه وكلهم بيندرجوا. اهم حاجه تبقى فيها توم وخل وليمون ومش عارفه ايه، بس بيبقى حاجات قبل حاجات وحاجات بعد حاجات. كفايه كده عليا قوي، انزل بالتوم بتاعي كده. ريحه التوم مع الزيت طبعا تحفه، معليه فظيعه. على قد ما في ناس مبسوطه مني جوه الاستوديو، على قد ما في ناس زعلانه مني جوه الاستوديو، والله يبقى انا بعتذر، بس هي لازم كده تاخد جولد فاتح، بس مش اكتر من كده عشان ما تمررش الكبده معايا. وهنحط الكبده بس لسه حاجه بسيطه لغايه ما نحطها. تمام، السبب ان الكبده بتبقى غامقه، حطي حبه الخل، حطي الليمونه، ده هو ده اللي هيفتح لك الكبده، سواء في الكبده البلدي باي طريقه ليها، سواء بالكبده الاسكندراني، كبده الفراخ، الليمونه،
هي اللي بتفتح الكبده وتخلي لونها حلو. انا هنا حطيت ليمون مع خل والثوم، تمام، وهحط كمان وهي على النار عليها هعصر ليمونتين حلوين محترمين كده، واحط حبه خل كمان. اما الثومه هي هتبتدي تاخد الدرجه اللي انا عايزاها اللي هي الجولد الفاتح عشان ما تمررليش الاكله. وركزي في التكات الصغيره ديت قوي. انا كده اللون ده حلو، يلا مش هنقلب، ما تقلبيش على طول، خليها تاخد الصدمه بتاعتها، واول ما لونها يغير هنقلب. تمام، يلا. طبعا يعني اللي هيقول من غير فلفل حار يبقى ما بياكلش كبده اسكندراني، يعني لازم الفلفل الحار. بس احنا حاطين مجامله كده، واحده رومي ماشي، لكن هو اساسها الفلفل الحار. وبره بيبقى احنا بناكل فلفل بالكبده مش كبده بالفلفل، وبنبقى مبسوطين جدا من التست بتاعهم. فاحنا بقى ايه نعمل في البيت؟ ممكن تجيبي الكبده البلدي، وممكن الكبده اللي هي مش بلدي في محلات الامن الغذائي هتجيبيها بتبقى احلى من البلدي بقى. يعني دي معلومة كمان ليكي، الكبدة اللي هي في محلات الأمن الغذائي اللي هي مش بلدي بتبقى سعرها أقل وبتبقى أحلى في الوصفة ديت، لأن الكبدة البلدي احنا عارفين إن هي أغلى من اللحمة كمان. لما تاخديها من الجزار بيحطلك فيها ساعات كلاوي وقلب وحلويات، تلاقيكي واخدة نص كيلو كبدة والنص كيلو التاني ما بين كلاوي وقلب وحلويات، وبتبقي دفعة تقريبا لإما قيمة 8 كيلو لحمة لإما بيبقى أزيد لو عايزاها كبدة صافي. لا أنا عندي بقى كستات بيوت إحنا بنتكلم، حرام روحي هاتي كيلو لحمة طبخي عليه هيبقى أحسن. فلو هتعملي كبدة اسكندراني اعمليها بالكبدة المجمدة، هتبقى حلوة وهتدي تست حلوة قوي. لا ادي كده الفلفل اللي عملناه، بس كده بقى ونقلب بقى كده. يا سلام، انا بفكر بقى ايه بعد ما نخلص هوا اخد سله العيش ديت واعمل شغل بره المدينه. بص اللون، شايفين اللون بتاعها فاتح ازاي وجميل ازاي؟ ادي كده تمام. احنا كده جهزنا ايه بقى؟ يلا بقى ركزوا معايا، جهزنا فلفل رومي وجهزنا فلفل الحراق، وهنجيب حبه الخل كده ونقرب التوابل بتاعتنا. الكزبره بقى، تعالوا بقى تعالوا، احنا انتوا عارفين ان انا بحب اتكلم كتير وانا شغاله. الكزبره الناشفه والكمون اهم حاجتين في التوابل للكبده الاسكندراني، تمام؟ فالكزبره الناشفه والكمون كده، بس انا محتاجه عين اعلى، مش عارفه ننقل هنا كده، ننقل هنا مش عارفه. ودي كده مدياني حق عربيات الكبده، يعني دي بالذات المقصوصه دي محزه. ماشي، ايوه بالظبط كده، احنا هنعمل شغل. جايبه العيش الفين اهو، انا بوريكم العيش الفين يا جماعه. ايه رايكم؟ وفاتحين العيش وحركات، وهنعمل بص بقى لا ده انا عامله معاكم شغل جامد النهارده. ايوه بص بقى، وهنعمل كده وهنعمل سندوتشات. عارفين انتوا الرغيف لما بنقسمه وبنعمل الحركات ديت، وجايبين جرجير، ده احنا عاملين شغل عادي النهارده قوي في الاستوديو. ايه؟ بخلله. ادي كده الكبده. عينيا احنا هنطلع كلنا بره بعد ما نخلص. ادي ننزل بقى بالفلفل الحراق، وكتير بقى فلفل حار بقى كتير كده. يعني انا كده كمان ما كنتش مفتريه قوي، يعني انت حابه اديهم كمان هتبقى الدنيا فله. تمام، نقلب تقليبه بالمقصوصه اللي انا قلت، اللي انا هو الوجبه ديت عايزه المقصوصه دي. تمام، قلبنا لونها حلو وفاتح وزي الفل. يلا بقى، علقة انزل
بمعلقتين خل كفايه، وهدوق واشوف محتاج ولا لا. يلا انا عايزه اسمع. الدهون في اللي فيها، برافو. جاي بقى ايه يعني؟ المقصوص، المقصوصة فعلا، عشان احنا لازم الزيت يبقى كتير في الكبدة الاسكندراني، لازم، فالمقصوصة عشان كده. وانتوا عارفين لما تيجي تعملوا كبدة اسكندراني وتيجوا بعد كده يبقى فيه دهون باقية، ماشي، انتوا ممكن تشتغلوا بيها تاني، صفوها واشتغلوا بيها تاني. طب استنى، ده جات لي بقى فكرة، انتوا عارفين انا بتجيلي افكار جامدة وانا شغالة. لما تيجي بقى تحمري بط ولا فراخ وكده، مش بنحمرها في حبة زيت وحبة سمنة؟ الزيت والسمنة مكان تحمير البط والفراخ، اعملي بيه، خدي منه يعني عينيه، بس اهم حاجه ما يبقاش اتحرق منك، يعني الدنيا تبقى ظريفه. واعملي فيه بيه المكرونه، بتاخدي خلاصه الطعم دوت وبتعملي بيه معلقه منه كده للمكرونه، بيبقى يجنن. تمام يا ستي، احنا بقى ايه، انا محتاجه اعمل ايه بقى؟ انا محتاجه احط بقى كده الكمون، احط الكزبره بتاعتي، ناخد حبه فلفل اسود كمان، اقلب كله على بعضه. طب والله انا بوفر لكم في الوقت. تمام، احنا بقى هنسيب ايه ديت كده، وهي على النار بقى تشرب السوائل بتاعتها، بس محتاجة ادوق الدنيا كده، شوف الملح عامل ازاي. لا، محتاجين حبة ملح. الدنيا نار نار، مقدرش اقول لكم الدنيا عاملة ازاي. انا كنت يعني الحلقة ديت انا مبسوطة من قبل ما اصور، لان انا عارفة ان هي هتبقى دمها خفيف ولذيذ يعني. حبيبة قلبي، تمام، الدنيا كده ظبطت. عينيا عينيا. انا معايا وقت قد ايه بقى؟ طب نعمل ايه بقى؟ استنى، نسخن السجق، نسخن السجق، وممكن انه ممكن نعمل ايه بقى، نجيب البدنجان كده بسرعه، انزلوا لي بمقادير البدنجان المخلل. بصوا بقى، طب انا هقول لكم، حابين تنزلوا المقادير ماشي، حابين اقول انا ماشي. اسرع سلطه بدنجان، عندي حبه بدنجان رومي، وعندي حبه فلفل رومي، وعندي حبتين فلفل حار، وطماطم وتوم وخل وليمون وملح وكمون، بس كده. يبقى رومي، بدنجان رومي، فلفل رومي، فلفل حار، حبة طماطم، ثوم وخل وليمون وملح وكمون. انا بقى هقول لكم حاجة، انا المفروض الخلطة ديت احنا بنعمل بيها البدنجان العروس، ماشي، بس انا مش هعمل بيها بدنجان عروس، انا عايزة ايه، اعملها بدي. وممكن كمان، عارفة اقول لكم حاجة، ممكن كمان تعملوا تحمروا كوستين معاها، بتبقى الكوسه المحمره يا جماعه حلوه قوي في الايام الشعبي اللي انتوا بتعملوا فيها مسقعه او بدنجان وفول بالخلطه والحركات دي. يلا وانت بتحمري بدنجانه كده سلايس، خدي كمان كوستين وقطعيهم كده بالطول وحمريهم، تحفه. رش عليها حبه ملح وفلفل، حبه ملح وكمون سوري، وشطه، هتبقى زي الفل كده. تمام، الكبدة شغالة اهيت زي ما انتم شايفين، العيش مفتحة ومظبطة الدنيا. خلي الكبدة كده تشرب كمان بالصوص بتاعها. هنزل بالبدنجان اتحمر، ولازم الخلطة لما تيجي تعملوها البدنجان ده يبقى البدنجان سخن. تمام، مش تعملي البدنجان وتركنيه وتقولي لي هعمل الدريسنج بتاعه بعدين، لا، ده انت تبقي مجهزة الدريسنج بتاعه، و ده على ده وهو سخن على طول. تمام، هنقطع الفلفل عليه وهو بيتحمر، بس عشان هيتحمر بسرعة
هنسيبه شوية. تمام، هجيب بولة، وهجيب صديقة كارول المبشرة أسرع حاجة. أسرع حاجة في الدنيا، ابشري يا ستي بقى كده. تمام، طبعا هو طبعا حلو جدا عشان انت حبيبتي. I miss you. انا اجيب بقى كده، بصي، بشرنا الطبقنايه او دقتيها في الهون. ماشي، يلا بقى خدي بقى الناحيه الثانيه كده. هو ده بقى اللي بيخلينا نغمس بقى كده ويأكل الدنيا. وطبعا ايه كلامي مفهوم للناس اللي بتحب الاكل، صح؟ اخبار راي وليد ايه في الموضوع ده؟ ايوه. يلا كده تمام. انا بقى هعمل ايه بقى؟ يلا الخل كده على الكمون كده على حبة ملح. فين الملح؟ فين الملح؟ الملح اهو، على حبة ملح. تمام، حبة شطة مش هتقول لا خالص، بس كفاية قوي الدمار اللي انا عاملاه في الكبدة والسجق، يعني سبايسي سبايسي يعني كده. احنا ايه عملنا الخلطة ديت، وهتبقى حلوة ونغمس بيها بقى والدنيا تبقى زي الفل. تمام، نجيب اشيل البذر بس دوت بمعلقة. البدنجان مشغال اهو، والعين فصلت من هنا. تمام، اشيل البذر ده وهظبط الملح، وهتشيلي من الطاسة على البولة ديت. زي ما بقولك احلى دريسنج للبدنجان المخلل يبقى كده. بس ادوق كده وانا ماشية زي الفل. نقلع بقى ده كده، وايه ونعمل ايه بقى؟ ونجيب الاطباق. مش عارفة انا كنت متحمسة من قبل الهوا للخطوة ديت. انا قدامي وقت قد ايه بحالهم؟ ماشي، على حسب بقى السندوتشات اللي هنعملها. ماشي يا فندم. احنا ايوه بالظبط كده. نلبس الجوانتي. طبعا مشكله بتواجهنا، احكي لكم مقاساتنا بقى مع الجوانتيات. لبس الجوانتي مش عشان لبس الجوانتي، عشان الايد بتبقى عرقانه، ففي اللي هو فيه بودره، ده مش كويس عشان احنا بنشتغل في اكل. فاحنا مضطرين بقى، وايه بقى، وقبل الهوا تبقي فله، بتلبسيه فله، تيجي بقى على الهوا تلاقي الصباعين دخلوا في ناحيه واحده، وبنواجه مشكله جامده يا جماعه. ما انا بس هعمل ايه طيب؟ ما انا في سبايسي. ايوه طبعا، فهي دي مشكلتنا مع الجوانتيات كشيفات. يلا بقى كده نقلب تقليبه، وهخليها على النار وهنشتغل في السجق الاول. بس ايه بقى، يلا بقى ناخد دول كده كده، الفلفل بتاعنا. عايزه تحطيه طويل؟ ماشي زي ما هو. بس انا ليه بقى بنقول نعمل كده؟ عشان على قد اللقمه، هتقعدي لسه تمسكي وتقطعي انا بحب السبايسي، باكله فروم. ده احنا عكس بعض في الحوار ده، انا بحب السبايسي جدا، وفي ناس تانية ما بتحبوش خالص. تمام، ناخد دي، هنسيبه بقى يتحمر، وممكن نطلعه مع اخر ساندوتش، هنطلعه على الخلطه بتاعتنا، ويبقى كده الطبق ده يعتبر شبه خالص. بس هنسيبه نديله فرصته. ادي الكبده شغاله. راك يا وليد؟ الدنيا تمام، الدنيا تمام. هنشتغل بقى كده، يلا بقى في سندوتشات. تمام، نعمل ايه بقى؟ انا عايزه ايه، انا عايزه ايه؟ بس انا هقول لكم انا عايزه ايه. انا عايزه معلقه زي دي كده. يلا ادي كده، ادي كده، ادي احلى سندوتشات بقى. بصوا انا
انا مش ضحكه عليكوا زي العربيات، ماشي؟ انا اهو في سجق شايفينه في الحوار والدنيا تمام وزي الفل يعني، والبصل حلو والفلفل حلو كله شغال 10/10. ادي كمان نعمل كمان واحد، وهنعمل كمان كام واحد بلدي للي بيحب البلدي. تمام، على العيش كده الجديد، هو نشف شوية عشان اتعرض للهواء، ماشي؟ بس هنحط كده، وعاملين طحينة عشان الكبدة كمان. العيش الصغير ده بيبقى حلو قوي قوي قوي، وبيأكل وبيشبع. اضحكي عليهم عشان يشبعوا. ايوه، ناخد كمان واحد طبعا. تمام كده، يبقى كده عملنا سندوتشات الصدق، ماشي؟ يلا نسيب ده كده. ممكن كمان ننزل بالباقي في طبق نقدم فيه للي عايز بقى يغمس. تمام، الدنيا فلة يعني، حتة ليمون كده ويبقى كده ادي بقية الصدق. يلا بقى نجيب الكبدة ونجيب الطحينة ونحط طبق الجرجير الجامد ده ما بينهم مع كام ليمونة كده عشان نعصر عليه. اجيب ايه بقى؟ اجيب المقصوصة. ادي كده الطحينة بتاعتي اهيت، الطحينة فص ثوم مع نص كوباية طحينة مع ليمونة مع 3 معالق خل وملح وكمون، بس مش اكتر من كده. تمام يا ستي، في اسئلة يا كريستين؟ طب ما فيش. اوكي، يلا. نعم، حاضر حاضر. يلا نعمل بقى 2 بلدي كده يبقوا منظر برضو. حط الطحينة، الطحينة مهمة يا جماعة مع الكبدة قوي يعني، هما مع بعض، هما كابلز الطحينة والكبدة مع بعض. تمام كده، نعمل واحد كمان بس ثواني. العيش نشف البلدي من ادي كده، ادي الكبده كمان. وهنحط بقيه الكبده كمان. تمام، يلا فاضل البدنجان كده حلو عشان ما يبقاش ناشف. بنطلعه، صفي كويس. ممكن تطلعي، انا عشان مستعجله بطلعه كده، بس انت عشان مس يعني الدنيا تبقى عندك اروق، طلعيه على منديل ينزل الزيت الزياده، وبعد كده تقومي ضايفاه للخلطه اللي احنا عاملينها النهارده. يلا اعمل كده، اشيل بس الزيت من على النار، اقلب واجيب الطبق ده نقدم فيه. الكمون يا جماعة مهم جدا، الطبق دوت اختيار غير صحيح. ثواني، الطبق دوت عشان الدريسنج فيه كتير. يلا والله يوم حلو قوي النهارده، انا عملت شغل اسكندراني عالي جدا، عملت الصدق بالخلطه، وعملت كبده اسكندراني، وعملت بدنجان يجنن تحفه، وجرجيل وسلطه، ومدينه الانتاج كلها شم الريحه. بسطت بيكم، ويا رب اكون بسطتكم النهارده، والحلقه كانت خفيفه. السلام عليكم.